السلام عليكم فريدم جروب، معاكم مصرات التعرض الآن منطقة الزروق قصر حمدي لقصف عشوائي بالهاون الدخان ليلي اسمها كلها سوداء من دخان، قصف عشوائي للناس عائلات ميتة بدون أي رحمة بدون أي شغب، ما فيش حق طائرات النيتو ما تطيرش فوق، الناس كلها قاعدة فوق الحشان كبر الله أكبر. مصراتة تنادي يا ناس، مصراتة تنادي يا ناس، مصراتة فيها مجازر يا ناس، مصراتة بحر من دماء يا ناس، وينكم يا ناس، وينكم يا إسلام، الله أكبر عليكم، الله أكبر عليكم، والله العظيم مجازر في مصراتة، وكان تسمعي معي الصوت توا، والله العظيم، والله السماء سوداء، والله العظيم السماء سوداء، لا صعير، لا كبير، لا أي شيء، وهذا الصوت تسمعين بنفسك، والله العظيم مصراتة تنادي، والله مصراتة تنادي. القصف عشوائي بالهاون وبالشراد، أين أنتم يا ناس؟ والله مصراتة تنادي، أتريدون مصراتة مثل الزاوية؟ والله مصراتة تنادي، والله القصف عشوائي، الناس تموت بالملايين هنا، والله العظيم مصراتة تنادي. والمناطق كلها قاعدة تقصف من بدري صح؟ ساعة كم بدو معاكم توا؟ القصف بدأ تقريبا على الساعة 6:30، بدا القصف اللي كله ما طولش طبعا، بس كان بالهاون، لكن توا بشارات وبالحاجة قنابل العنقودية اللي تفجر 6 مرات في جبهة عاصم، كل حاجة متدمرة في مصراتة توا، انت منطقة الزروق تشوفيها بس بعينك كلها منطقة سوداء مش بين شيء، الناس كلها قاعدة امام البحر، ليش امام البحر؟ ما فيش منطقة اخرى امان هم الا البحر، حلف النيتو ما دارش اي اعراض جوية في مصراتة، ما دارش اي فائدة، وين حلف النيتو؟ عايزين ان فيه دروع بشرية، دروع بشرية قاعدة تقتل الآن. يا رب ان شاء الله في حد يسمع فينا توا من ونحن حنترجمه اللي انت قلته توا كله وحنبعتوه ان شاء الله. والله يا اختي، والله ما نزيد عليك عف النفس، والله العظيم، والله العظيم القصف عشوائي، الناس تقتل يا ناس، والله الناس تقتل، اطفال ما لهمش اي ذنب، ناس كبار في السن، نساء، أطفال، بيوت الله تهدم، وين الإسلام؟ وين الناس؟ وين العرب؟ وين الشرق؟ وين العرب؟ وين الثوار اللي قاعدين في جدابي يلعبوا على الوفد من جدابي والبريك؟ الله أكبر عليهم، مصراتة تقتل، يبقوا مصراتة كده الزاوية، الله أكبر. يا رب الله أكبر. والله العظيم القصف عشوائي في مصراتة، والله القضايف لا تتوقف، الناس يا ناس الزروق وقصر حمد، مصراتة كلها في الزروق وقصر حمد قاعدة، والله كلها ليش يا قصر حمد والزروق، وتوا يقصف فيها هو، والله يقصف فيها ويقصف في الميناء، يا ناس ديروا حل، يا ناس مصراتة كنكم انتوا، وين كم انتوا؟ وين هذا كله؟ وين؟ يصير هذا كله ما فيش وين؟ وين؟ وين هذا؟ وين؟ وين والله مجازر في مصراتة، يا ناس بحر من دم مصراتة، والله نتويلك وقعد فوق راسي، يا ريت تسمعين توا معايا، والله والله السماء سوداء، والله بالهاون السماء سوداء، والله بالشراد توا يا ناس حرم عليكم، يا ناس ديروا نهضة معانا، وينكم انتوا؟ ما فيش الناس الار بي جي والميمبار ما دارش اي فائدة في مصراتها يا ناس، يا ناس الناس تقتل هنا يا ناس، والله العظيم الناس تقتل يا ناس، انا ما عادش اقدر نكمل معك، انا يعني اتمنى نوصل لك جزء من الحقيقة اللي قدرت نوصلها، بس انا فاهم عليكم، بس المهم حتى انتم توا حطوا روحكم يعني في مكان آمن، كل واحد يحط يمشي في مكان آمن وإن شاء الله. والله ما في المكان الأمن الوحيد الزروق وهو قصر حمد، والله يا ريت حد يشوف، بس والله السماء سوداء يا ناس، والله بحر من دماء في مصراتة، والله المستشفيات العشية للمرضى، والله ما فيش أي حل هنا يا ناس، حرم عليكم، وينكم؟ وين هذا؟ وين الحل؟ شن يبقوا الناس؟ يبقوا مصراتة تمتح ماحي؟ الناس كلها لاشي أمام البحر يا أختي، والله أمام البحر، العائلات والأطفال أمام البحر، الناس تبكي، أطفال صارت لها حالات نفسية قاعدة في المستشفيات، يا ريت تتمنى توصلي صوتي يا ناس، إن شاء الله أنا حنجيب كل اللي فيه، والله مصراتة تناد يا أختي، أنا تعبانة، نفسي تعبانة، والله ما قدر نوصل لك، أتمنى نكون نوصلت لك أقل جزء من الحقيقة، لكن والله مأساة في مصراتة، والله الزروق عائلة مصراتة كلها في الزروق وقصر حمد يا أختي، والله كلها في الزروق وقصر حمد، ويقصف فيها في قصف عشوائي، ليش لا إله إلا الله؟ إسلام نحن تحركوا يا عرب، ليش حلف النيتو شيرنا العرب اللي من هنا، بن وليد الجبناء اللي قاعدين راكدين سليت من هنا، تورع من هنا ويقصف في البحر، بليز 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 هلبني مصراتة.
مصراته please help زي مصراته مصراته مصراته. I hope everyone can hear this in the chat room right now. When need to protection, no need to protection here. Just hear of the sound of the plane without any function here. When Obama, when Sarkozy, no function in the Misrata here, please. Misrata, see, please. Misrata to Nadi and S. Please help the Misrata, Misrata Bell, the bleeding sea. All the people dead, all the soldiers dead. Without need to protection here, please help the Misrata, please. مصراتة الآن owns مصراتة dead please help me please please all the people here dead all the children dead please help the مصراتة when Obama when Sarkozy needs protection سلاح لله فانا أضع مكانه على الله فلا يحار يا ناس استعبوا فينا أمل بالنيتو والنيتو مش دير شيء يا ناس مصراتة تنادي يا ناس زروا والله العظيم صاروخ وقصر حمد العائلات كلها صاروخ وقصر حمد الناس تقتل يا ناس يا ناس وين اوباما دي تو بروتكشن واي بروتكشن بروتكشن واي وات نو بروتكشن هير نو بروتكشن هير بليز هيلز مصراته بليز بليز هيلز مصراته مصراته توداي اتس فيري ديفيكال نو لايف هير نو ايتينج نو لايت نو هوسبيتال نو انيثينج هير What's the Misrata? Misrata rights without people? We don't need to protection. After what need to protection? Just hear of the sound of the plane without any function here. Or this why? Why or this? Why? When Obama and Sarkozy just see the television, seeing the another plane, see and another like this without any function here. Please, please, Misrata rights. Oh, grad continuous without a stop. Grad not. Not relation with the grad in the Minta and Abarashunas and not function here. All Shabab was dead. Very nice Shabab is dead. People is dead. People, women, men, central, hospital, Moscow, all this is dead without any function here. Why? All this, why? Why all this? Why? Why? When need protection? When need protection in the Misrata? After what? After all people dead? No need for need of protection like this. Please help the Misrata. Misrata is, please, Misrata is all the Misrata did is now. Misrata is the Ruk and the Qasr Hamad. Many people here, all people of the Misrata about the Qasr Hamad. And wow, Gaddafi, it's very crazy. A crazy man, a crazy man. Did all people without any cause. Why? Because not freedom. No need of Gaddafi like this. Need of protection when? When Obama, when need to what? Need to after what? Please, Sarkozy and Obama, need to after what? Need to why? Need to no fight.